الابتزاز الإلكتروني، أكثر من حلقة تكلمنا حول هذا الموضوع وخطورة الابتزاز الإلكتروني، ومؤخرا تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة من الشباب المبتزين لفتيات في محافظات مختلفة من العراق، طبعا وبوجود الأدلة الكاملة حول هذه عمليات الابتزاز الخطرة اللي تكلمنا عن خطورتها. اكو عوائل تدمر، اكو بنات تركن يهربن من منازلهم بسبب هذا الموضوع، وحتى نتكلم اكثر في خطورة هذا الموضوع وخطورة السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، ويانا بالاستوديو الدكتور رسول المطلق الباحث في الشأن الأمني. حياك الله دكتور. الله محييك. أهلا دكتور. الله يخليك. شلون صحتك؟ بخير تمام الله. دكتور، حضرتك قريب جدا من وزارة الداخلية، وموضوع الابتزاز الإلكتروني من المواضيع الخطرة، ويعني يرجحوها أنه هي من ضمن جرائم العصر الحديث حتى. جرائم مستحدثة. أي مستحدثة. يعني اليوم مثل ما تفضلت قضية الابتزاز الإلكتروني هو من الجرائم المستحدثة وهو هجمة عالمية. العراق لم يكن بمنأى عن هذه الهجمة بلحاظ أنه إمكانياته ليس بمستوى إمكانيات يعني الدول المتقدمة ذات الأمن السيبراني القوي. يعني مؤخرا أمريكا عانت من ما يسمى الهجمات السيبرانية والقرصنة وعطلتها مؤسسات وكذا، فهو طال شخصيات سياسية، شخصيات دولية، فنية، مؤسسات لها عمق، مؤسسات وزارية في دول متقدمة، روسيا، أمريكا، اليابان، الصين. فهذا يعني انه اليوم كل العالم كخطر، كما عانى من خطر الارهاب، يعاني من هذه القضيه. زين. العراق مثل ما ذكرت على الرغم من قضيه ضعف الامكانيات او ما يسمى حاله الانفلات اللي عاشها، كان الجهد مصب نحو مقارعه عصابات داعش الارهابيه. صح. فسولت لبعض ضعاف النفوس على ان يكون هنالك عمليات ابتزاز. عمليات الابتزاز اللي يعاني منها المجتمع العراقي محافظاته كلها بما فيها اقليم كردستان تقسم الى 33% من الداخل، وما تبقى منها تقريبا 77 من الخارج. ال 77 من الخارج تقريبا 30% من اسبانيا واوروبا والبلدان الاسيويه، وال 70% متبقيه من بلدان المغرب العربي. زين، يعني بس للتوضيح، يعني شنو يشمل الابتزاز الخارجي؟ شنو نوع يكون؟ يعني ابتزاز بس ياتيك من الخارج. زين. مو من الداخل. زين. ابتزاز الخارجي ياتيك من خارج اسواق البلد. احنا اللي هو دائما يطال شخصيات دائما يقعون في صيد سهل للذكور او الاناث، اما بالعلاقات الغراميه المشبوهه وتصويرها عبر ما يسمى الفبركه العميقه، يطو حسابات، يصفرون موبايلاته، ياخذون كل ارقامه، ياخذون الداتا مالته ويعرضوا له الفيلم. بعد ان تنتهي الجلسه التصويريه يصيحوا لها اليوم يصوروك بملابسك بوضعك خاص، يعني ايضا ابتزاز مالي. اي، فيطوك اكاونت مالي، اما تحول اما بهذا الفيديو ينشره لكل اصدقائك ومقاربك. انا اريد اتكلم على الابتزاز الداخل العراق. نعم. شنو الهدف منه تحديدا؟ كنت آتيك في الحديث اللي نعاني من عده. بالاضافه انا يعني قدمت فرشه معلومات، قلت هو شيء عالمي، شيء خطر، وصل كل الدول، هدد كل الانظمه، احنا كنا يعني عندنا ضعف ادوات وضعف امكانيات. ايضا ما اسهم في استفحال هذا التكتم المجتمعي. اكو تكتم اليوم، البنت او الشخصيه السياسيه او الممثل او كذا ما يقدر يحكي، يحاول ان يعطي مبلغ ويستفزوه ويباع. عندنا حالات، يعني ما اريد اسمي شخصيات مجتمعيه معروفه، يباع لاكثر من جهه مستفزه، يكمل وياه ويبيع، يقول لك استفزه بهالفيلم، ويوميا يفضل 7-8 مرات يدفع مبلغ كبير وضخم على ان يكاشف. اليوم صار عندنا الوضع مختلف. شون؟ يعني فقط يعني يوم امس كنا في وزاره الداخليه مؤتمر بحضور السيد الوزير عن الارشاد المجتمعي، تناول 4 قضايا مهمه: الدق العشائريه كسلوك منحرف، والابتزاز الالكتروني، وايضا قضيه المخدرات، وقضايا الارشاد المجتمعي الديني. فنلحظ اليوم قدمت إحصائية يعني عن طريق جهاز الشرطة المجتمعية التابع لوزارة الداخلية العراقية، فقط خلال عام 2020 685 حالة ابتزاز من بغداد، باب الكربلاء، النجف، يعني بغداد والفرات الأوسط. ما حصينا كردستان ولا شمال العراق. زين. واستثنينا أيضا المحافظات اللي كانت تحت وطأة داعش. زين. فالتقيس خلال عام 1685 المسجلة فقط واللي حليناها واللي توصلنا إلى حلول بيها، يعني زين. استمكننا ذولا. هذه العملية كلها هدفها يعني دول 685، 89% من عندهم إناث.
89% منهم اناث، اما دخللها بصوره حبيب وهمي او بصيغه ساحر مع احترام الاخواننا الصابئين، احنا من استخدامناهم كانوا مسلم بس يكتب ساحر صابئين نوع من الاعلان على فاكتبي على جسمك راح اعطيك عبارات فلان وقت وقت الموبايل ساعه تنزيل صور قومي جسمك عالي وكتبي لي بقلم الحمر كحل اكتبي لي هاي الايه هاي الايه. هو عنده شلون نظام الكرامه بالتصوير الاخوه التقنيين يعرفون ياخذ جسمها عالي كذا صورها كذا عنده وادوات تفريغ يشيل هاي الكتابه او هي بحد ذاتها معيبه يعني ابتزازها ما بتيها ما يقول لهم باعوا تتعامل ويا السحره وباعوا وما يركبها على افلام اخرى زين. فهذه كانت اكثرها لاغراض جنسيه وماليه والابتزاز والعصابات اللي تم القاء القبض عليها مؤخرا يقولون نصيح لها الجيب المثمر يعني اليوم من تقع بنت فريسه يقول احنا بيناتنا جروب واحد يعطيها للثاني وبالاخير يدخل لها الاول رزق راح اصفر لك الحسابات وكذا وهذا زين. دكتور اليوم ما تتحركون انتم في وزاره الداخليه اذا ما يصير اكو ابلاغ على حاله لازم يعني اليوم احنا المشرفه المجتمعيه او الجمعيه الالكترونيه انا اتي ضحيه ابلغ عن حاله بلحاظ أنا ولد أنا أختار أبي الضابط أو ضابطة تتعامل ويا ملفي. اكتمان في هذا الموضوع. نعم والسرية والقسم النسوي فوق وتحياتنا أنا الدكتور لواء ساعد معنا بتوجيه من السيد الوكيل فريق عماد وكيل وزارة شؤون الشرطة والسيد الوزير قالوا حتى المكتب خارج الطوق الأمني الوزارة وكرفانات وبيبنات وكذا يعني كأنه تراجع دائرة حلو. وما يطلبون من عندك أي مستمسك فقط تقوم جاي على شكاوى المواطنين خلوا بصفش قلت الحالات بعد استحداث هاي الفرق وخاصة الشرطة المجتمعية قلت حالات ابتزاز وزادت حالات الإقبال على الإخبار يعني اليوم لطيف جدا يعني أنا اليوم جيتك من هناك كان عندي محاضرة توعوية معاهم على هامش مؤتمر البارحة شفت أب جايب بناته اثنين إحداهما مطلقة والآخرة متزوجة قال هاي اجتنا هسه زيارة بدون ما يدري زوجها اجتنا وبلغتني وقلت له حسن فعلت قال لأن بس تتجاوب وياهم راح تصير صيد سهل صح صح. فاحنا ايضا رسالتنا عبر برنامجكم اللطيف والممتع واللي يسهم الى اذكار الوعي نقول ساهم في الحد من عدلا 50% من الاسهام في القضاء على هذه الظاهره المنحرفه عن طريق الابلاغ. زين اخيرا اريد اسالك سؤال حول حاله التنمر، يعني عندنا تنمر واضح بالسوشيال ميديا تنمر الالكتروني يعني القزم الطويل الاقراع اللي عنده شعر هوايه العب ليس ذلك فحسب. اليوم انا هسه اذا اصور هاي الحلقه مالتنا ودي انزلها على الاكونت الخاص مالتنا واقول مشاركتي اليوم اكو ناس ما تعرف وتنزل يعني تجده تحجون روح شوف البلد محتبك تظاهرات يعني فقط يحاولون المشكله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اغلبهم من فئه المراهقين وغير متعلمين زين. فالنظام الكوبي بيست ياخذ هذا الاكونت العفو التعليق القبله سوي له كوبي بيست من يصير 10 دخل حاله ما يسمى الصيد او المتنمر الالكتروني صارت يعني. زين شلون تتعاملون ويا حالات التنمر؟ يعني اليوم انتم من اكو حالات تنمر خاصه تمس الوضع الامن العام يعني وشخصيات مهمه وشخصيات دينيه. اليوم اكو عندنا قضيتين يعني دكتور مصطفى، عندنا المعالجه المرحليه اللي هي الان احنا اذا شفنا اذا تمس مكون او فئه او شريحه من المجتمع العراقي او وزاره لنا حق ان نستخدمه بدون، لكن اذا كانت شخصيه لصاحب الحق اذا توجه بشكوى ومؤخرا تحياتنا لها الدكتوره تالا بنت المرحوم الكابتن احمد الراضي رحمه الله اكو فد صفحه باسمها وعن طريق الهيئه الاداريه لنادي الشرطه وصلوا الى اللواء سعد معا وزودونا بالربيتات وبروابط كامله وتعاملنا مع هذه الصفحه على اغلاقها ونحاول استمكانها ومن اجل ومع العلم هو زين اكو فرق توعويه تشرح حول هذا الموضوع يعني الشباب الصغار مثل ما ذكرت حضرتك ثلاث فرق قالت على نفسها هذه المهمه الدعم النفسي في الوزاره بقياده العميد الدكتور احمد ال ثاني الشرطه المجتمعيه بقياده الاخ العزيز غالب العطيه وايضا قسم كافه الاشاعه بقياده الاخ الدكتور النبراس وباشراف مباشر من لواء سعد يوميا يجب تنفيذ يوميا ست حملات اثنين يستهدفون محافظه واربعه في الداخل او تحسن الحوض نعم يعني تعرف ظروف الجائحه حدت من عندنا ولا كنا مقسميها واجب صباحي بمول بمصافه واجب مسائي مول بزيون حلو. او يعني اماكن تجمع سكاني نعم والمقاهي العامه توزيع فولدرات وتوزيع حلو.
بروشورات بروشورات وملصقات في الاماكن، يعني هسه يرتاد بعض الكافيهات المعروفه في الاماكن العامه والمسجله، صح مره شفناها، راح يشوف ملصقات صح تعرف بالمواد القانونيه اللي تحاسبه. يعني احنا مو بس نثقف الوقايه خير من العلاج، نعم، بس نقول ترى اللي يبتز ترى اكو عقوبه. ترى اليوم حتى اليوم كان شعار جلسه او بانل الارشاد الالكتروني لمحاربة الابتزاز الالكتروني، لا عفوا، الارشاد المجتمعي والديني لمكافحة التنمر او الابتزاز الالكتروني، من الآية القرآنية في سورة الصافات الآية 24، بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم انهم مسؤولون. صح. الله يقول لك اللي تنطقه انت مسؤول عليه، فتكتب على منصة التواصل الاجتماعي. هذا التعامل المرحلي، التعامل المستقبل ان شاء الله بعد اقرار قانون الجريمة الالكترونية. نعم. سيكون ذلك محل اثبات لك، ايش تكتب بدون شكوى نستخدمك. خير ان شاء الله. دكتور اسر مطلق، انا جدا سعيد لحضورك ولتوضيحك، نورتني اليوم. شكرا لك. ممنون. شكرا جزيلا. هكذا موضوعات تسهم في حقيقه رفض المجتمع العراقي بالمشوره الصحيحه. اكيد هذا واجبنا. شكرا جزيلا دكتور. الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، يعني احنا دائما نكرر رساله مهمه جدا خصوصا للفتيات، يعني ضروره الحرص بالتعاطي في مواقع التواصل الاجتماعي في لحظه ضعف، في لحظه تحسين اكو شخص قاعد يحتويك. مو موقع التواصل الاجتماعي هو المكان الصحيح. ممكن تشكين لأختك، لأمك، حتى لأخوك، ولكن كل كلمة تنطقيها في موقع التواصل الاجتماعي ممكن تؤول، وبعدين تصير من هذه لحظة الضعف كارثة تدفعين ثمنها أنت وأهلك وحتى عشيرتك، وأنت يمكن حتى ما قلج ذنبيها. وخاصة يوم مواضيع الحب، وهذا موضوع الحب عن طريق السوشيال ميديا من المواضيع الخطيرة جدا. نتمنى الواحد ياخذ حذره جدا قبل أنه يتعاطى في مثل هذه المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي. أعزائي المشاهدين، وصلت وياكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم. انتظروني بالحلقات القادمة. في مال الله.